كل اهل الموصل ان شاء الله بخير وكل اهل العراق الله يعيد عليهم ان شاء الله بالفرح وتحقيق الاماني. في كل عام مع بدايه شهر رمضان الكريم هناك خطه تعدها مديريه مرور محافظه نينوى لغرض تنظيم حركه السير والمرور خاصه في الشوارع الداخليه اللي تشهد اقبال من المواطنين بموضوع التبضع. هذه الايام ان شاء الله الحمد لله عدت على خير. نعم كان هناك عدنا في قسم من الشوارع اختناقات مروريه بسيطه، لكن بصوره عامه الحمد لله هاليوم حركة السير والمرور داخل مدينة الموصل موقفها جيد. في كل عيد احنا بالصباحية عندنا اولا خطة عمل لغرض تنظيم حركة السير والمرور بالشوارع اللي تؤدي الى المقابر صباحا، بعدها ينصرفون الاخوان اللي عاملين في القاطعين الموصل الايسر والايمن الى الاماكن اللي تشهد اختناقات مرورية كون ايام عيد، يعني اكو مكانات مثل شارع الجامعة عندنا مكانات تصير بها ازدحامات، هناك خطة مسبقة تضعها قاطعي مرور المدينة الأيمن والأيسر لغرض معالجة الاختناقات المرورية اللي تحصل في هذه الأماكن. احنا قدمنا مقترح لإنشاء 12 مجسر ونفق في مركز المدينة وجسرين على نهر دجلة. الحكومة باشرت بستة من هذه المجسرات والأنفاق وأيضا باشرت بإحدى الجسور. المجسرات راح تدخل الخدمة إن شاء الله في خلال شهر أو شهرين. احنا نأمل من الحكومة المجسرات الستة الباقية أنه أيضا تكون موضع اهتمامها وتنجزها إن شاء الله حتى مستقبلا ما يصير عندنا أي اختناق مروري في مركز المدينة. اللي أحب أقوله لابن المدينة اللي يستخدم الشوارع الداخلية أنه راح يصير عندنا شارعين بدل الشارع الحولي، ما عندنا شوارع حولية حضرتك تعرف بالموصل، لكن راح يصير عندنا شارعين يمكن المواطن راح يدخل بها من أقصى المدينة راح يطلع بالجهة الثانية بدون ما يمر بأي ترافيك لايت. هذه المشاريع بصورة عامة راح تخدم حركة السير والمرور وفك الاختناقات المرورية الحاصلة في مركز المدينة. الحمد لله بخصوص موضوع الشوارع تبليطها، الجزرات الوسطية، الأرصفة تقريبا داخل مركز المدينة شبه اكتملت. أنا دائما أقول أن شرط المرور بالشارع ما يقدر يؤدي واجبه مثل ما هو مطلوب منه إلا بتعاون المواطن. المواطن هو الفيصل في هذا الموضوع، لذلك أنا أدعو الأخوة خاصة سواق المركبات اللي يسلكون الشوارع الداخلية لمركز المدينة إلى التعاون مع رجال المرور بغية تنظيم حركة السير والمرور ومنع حصول أي اختناق مروري في أي شارع. حضرتك عندك علم بصورة عامة في كل مدن هناك مشكلة أنه هذه الأعداد من السيارات تتزايد يوم بعد يوم في خاصة مراكز المدن، لذلك إذا ما المواطن يتعاون ويا رجل المرور أقدر أقول لك من المستحيل أنه المرور يقدر يؤدي واجبه مثل ما هو مطلوب منه. أنا أشكر أخواني السواق اللي خاصة سواق مركز المدينة الموصل. أهل الموصل طبعا أغالبيتهم من الطبقة المثقفة، غالبيتهم من الطبقة اللي محبة راضين عن نعم، هم أصلا هم ناس محبين لتنظيم القانون لتطبيق القانون بدون رقيب. مثل ما رشحت حضرتك إذا تتجول بالليل راح تجي على الكثير من الترافيك لايتات ماكو بها مرور بالليل الساعة، يحترم الإشارة وتلقيه واقف بالإشارة. بصورة عامة أنا أقدر أقول لك أهل الموصل هم أكثر الناس التزاما بقانون المرور من بقية المحافظات. احنا نطمح للمزيد ان شاء الله واحنا نسعى الى ارضاء اهلنا بالموصل في مجال تنظيم حركة السير والمرور.